غرفة للإيجار. هذا ما نحتاجه تماما. ما هذه القذارة؟ علينا أن ننظفها. ما هذا؟ إنها خواتم العناصر الأربعة. هذه إضافية. ما هذا؟ هذه المساحة لهواء فانيا. النار هنا وماء أليكس هنا. وهذه المساحة إضافية. الآن علينا ملء الغرفة. ماذا تفعلين؟ انظر. واو، لكن ماذا تفعلين؟ هذا ليس كل شيء. صنعت سريراً. واو، مرحباً، ماذا تفعلون؟ مرحباً. أوه ستيفي، نحتاج إلى شخص رابع. جيد، لكن ما زال علينا الكثير من العمل. لدي فكرة. أرجوحة. ونحن أيضا نريد. حسنا، لنجلس سوية. وأنا لدي فكرة أيضا. تحليقة. نافورة الشوكولا. لنرى ماذا لدينا هنا. وقت تزيين مكاني. هكذا أفضل. نحتاج المزيد من النار.
الفكرة. هذه الزاوية فارغة. هكذا أفضل. اكبري اكبري يا رفاق، أحتاج مساعدة. حسناً حسناً، لنفعلها سوية. رائع، لنزينها. إنه وقت المرح. واحد، اثنان، ثلاثة. اضغطوا زر الإعجاب. نعم. سوف تحصل على أجمل تسريحة في صالوني الجميل، مصففة أشعار مذهلة جدا، ستكون سعيدا جدا بالتأكيد. أنا مصففة الشعر مستعدة دائما، أهلا بكم كل يوم سأهتم بكم بالتأثير. صالوني هو الأفضل وأحب عملي جدا. تيك تاك تيك تاك، نعم أنا الأفضل. هيا هيا تفضلوا. أصفف شعري في الصالون. نعم إنه رائع. أختار التسريحات الأجمل لأنه الصالون الأفضل. أنا مصففة الشعر مستعدة دائما، أهلا بكم كل يوم سأهتم بكم. شعر طويل أو قصير، ستحصل على أجمل إطلالة بالتأكيد. سأفعل كل ما بوسعي من أجلك. أنا مصففة الشعر مستعدة دائما، أهلا بكم كل يوم سأهتم بكم. Hello.